كما الخوت مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا الدراري غيكون عندنا سلسله جديده ان شاء الله اللي غتكون في هذه القناه هذه اللي غتكون اعاده بناء الفروق المغربيه. اذا الخوت اول فريق مغربي اللي غنبداو به في هذه السلسله هذه اللي هو الوداد. اذا غنعاودوا الخوت اعاده بناء الوداد، نحاولوا نجيبوا الدراري نجوم الفريق ديال الوداد ديو معاهم البطوله وكاس العرش كل ما ندو دوري الابطال وكاس العالم الانديه. فالبدايه الدراري غتكون بالوداد، وان شاء الله نحط لكم التصويت في المنتدى ديال القناه باش تصوتوا على الفريق اللي غيكون في الحلقه الثانيه طبيعه الحال الى لقيت التفاعل. فبلا ما نطول عليكم اكثر، الدراري اللي مازال ما مشترك يشترك معنا وخليو معاكم لايك باش تقترح هذا الفيديو هذا، ونخليكم مع الانترو. لكن قبل ما نبداو الدراري غنطلع التعليق ديالكم عندنا. اول ديديكاس هنا لادم من اكادير، ديديكاس لك. وهنا ديديكاس لياسر من اوطا الحاج، ديديكاس لك في التعليق. وديديكاس لزيد من كازا، ديديكاس لك. وهنا عندنا ديديكاس لولد عين عوده، ديديكاس لك. واي واحد الخوت بغى يطلع خلي لي تعليق ديالو، ففي كل فيديو كنطلع اربع تعليق، فمرحبا بالكل. اذا كما كتشوف هذا هو الوداد الخوت في الدوري المغربي، فغنعاودوا اعاده البناء الدراري ديال هذا الفريق هذا في الدوري المغربي البطوله المغربيه. كذلك الخوت غنخلي لكم التصويت في منتدى القناه، فصوتوا على الفرقه اللي بغيتوا الدراري نديروا اعاده بناء في هذه القناه هذه. اذا غندخلوا مباشره الخوت باش نختاروا اول حاجه المدرب. اذا بالنسبه للمدرب الدراري غنخليو بيب غوارديولا هو اللي غي يكون الدراري على قياده الوداد في الدوري المغربي. اذا نديروا اوكي الخوت هكا. بالنسبه هنا الدراري الجنسيه وكذا نخلوه كما هي الخوت، ونديروا اوكي وندخلوا مباشره. اذا هنا الدراري كما كتشوفوا بيب غوارديولا الدراري كيوصل هنا الاداره الوداد الخوت في الاستقبال باش يدوز معاهم هذا الموسم هذا اللي نتمناو يكون رائع. الخوت نديو الدوري المغربي ونديو كاس العرش ودوري الابطال اللي مالا نديو كاس العالم للانديه. اذا هنا الدراري الاستقبال ديال اللاعبين بالنسبه للمدرب الجديد اللي غيخوض الخوت هذه المغامره هذه مع الوداد اللي هو بيب غوارديولا. فما علينا الا ندير نفس الخط ديال الدراري ونمشيو لاول حاجه اهداف الموسم. اذا الخوت بالنسبه هنا الاهداف الموسم كما كتشوفوا مع الاداره نحاولوا نحدوا الاهداف ديالنا الخوت. اذا ما رايك بان نسعى للفوز بالدوري؟ اذا الخوت غنديروا هكا، علينا السعي للفوز بالشامبيونز ليغ والدوري كذلك. اذا نديروا اوكي هكا. اذا هذا هو الراي ديال غوارديولا الخوت بعد قياده الوداد. اذا الخوت كما كتشوفوا اول مقابله صحفيه هنا بيب غوارديولا الدراري بالنسبه للاسئله، نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديال الصحافه الخوت. اذا كما كتشوفوا، هل تعتقد مع هذا النادي من ابرز لحظات في حياتك؟ اذا نديروا انها بدايه جيده. اذا التعاقد ديالنا مع الوداد كما كتشوفوا بيب غوارديولا تكون بدايه جيده. اي اسلوب من كره القدم تريد تقديمه هذا الموسم؟ اذا اريد تقديم اسلوب رائع. نخليو هذه الاجابه هذه لبيب غوارديولا الدراري في ثاني سؤال هنا في الندوه الصحفيه. دابا اول حاجه الخوت غنمشيو ديريكت نتجهوا للفريق ديالنا الدراري، غنمشيو للمفاوضات هكا نتجهوا للفريق ديالنا، نحاولوا الخوت نستغناو بعض اللاعبين اللي ما نحتاجوهمش في هذا الموسم هذا. اذا نحاول الدراري نستغنى على بعض اللاعبين، نخلي الخوت شي 17 لاعب يبقوا في الوداد فقط، ومن بعد نرجع ليكم. اذا الخوت من بعد ما تخلصنا من بعض اللاعبين فخلينا 17 لاعب في اللائحه ديال الوداد بعد باش نجيبوا الصفقات الجداد اللي غيكونوا في الوداد الخوت باش يدوزوا معاهم هذا الموسم هذا. اذا هذه هما اللاعبين الخوت اللي بقاو معنا. اذا دابا الخوت نخرجوا مباشره كنمشيو نوريكم التشكيله كيفاش بقات الخوت ديال الوداد قبل ما نجيبوا الصفقات. اذا بالنسبه للدراري غيخصنا راس الحربه باش يعوض بينزا، وكذلك خصنا جناح الدراري بالنسبه للمترجي، وهنا غيخصنا الدراري جناح ايمن كما كتشوفوا هنا، وغيخصنا البلاصه الدراري هنا في الوسط الميدان خصنا لاعب، ومن بعد نخليو جبران وغنجيبوا لاعب اخر. اذا جوج لاعب الدراري اللي خصنا في وسط الميدان عطيت الله نخليوه يبقى في التشكيله، وكذلك كومران اللي يبقى في التشكيله. اما نصير خصنا نجيبوا قلب دفاع الدراري يبقى هنا في المكان ديالو، والعملوده الدراري خصنا نجيبوا ظاهر ايسر، وغنجيبوا الحارس الاول اللي غيكون الدراري الوداد، وبالنسبه للتكناوتي غيكون الحارس الثاني ديال الوداد. اذا ديريكت نتجهوا الخوت المفاوضات هكا. اذا نتجهوا الخوت القائمه اللاعبين المفضلين، فخليت الدراري هنا 8 لعابه الدراري هنا فحضرتهم الخوت باش يكونوا صفقات ديال الوداد. اول لاعب اللي هو زياش، من بعد الخوت عندنا فان دايك هنايا، وكاين مودريتش كما كتشوفوا، وغيكون عندنا الدراري غيكون هنا فرانك ديونغ، وكذلك هنا بونو الخوت واشرف حكيمي وكيليان مبابي ونيمار. اذا هادو هما 8 لاعبين الخوت كما كتشوفوا اللي جبت الخوت باش يكونوا الصفقات ديال الوداد اللي غيدوزوا معاهم هذا الموسم هذا. اذا اول حاجه نحاولوا نتعاقدوا مع حكيم زياش، نديروا طلب لمده سنه باش يبقى في الوداد. اذا نديروا الانتقال هكا. اذا رسوم الانتقال اوكي، خيارات اولويه الشراء اوكي، رسوم الانتقال الراتب السنوي وغنديروا اوكي، نستنى الرد ديال حكيم زياش. فغنحاول الدراري نطلب جميع اللاعبين. اذا الخوت بعد ما طلبنا جميع اللاعبين فبقونا ثلاثه اللعابه الدراري هنا اشرف حكيم ومبابي ونيمار، فغنحاولوا نتفاوضوا مع خمسه اللاعبين الاولى
اذا غنمشيو ديريكت كنديروها التالي. اذا كما كتشوفوا الخوت جانا الرات كما كتشوفوا بخمسه د اللعابه الاولى الدراري كنمشيو ديريكت للمفاوضات، اذا غنديروا فريق اخر. كما كتشوفوا جانا الرات ديال حكيم زياش فقبول الشروط فقبل يجي الدراري حكيم زياش الفريق ديالنا الوداد. وعندنا كذلك هكا الدراري اللاعب الثاني اللي هو فان دايك فغنشوف واش قبل، فهو قبل كذلك باش يجي الفريق ديالنا الوداد، اذا غنديروا اوكي. ومن بعد عندنا الخوت هنا لوكا مودريتش فحتى هو الدراري قبل باش ينضم للوداد كذلك، ثلاثه الصفقات ناجحه. غنشوفوا الخوت هنا فرانكي ديون كذلك حتى هو قبل الخوت باش يجي الفريق ديالنا الوداد. وعندنا اخر لاعب هنا اللي هو ياسين بونا في حراسه المرمى حتى هو قبل الخوت. اذا خمسه اللعابه اللي قبلونا الدراري فبقاو ثلاثه اللاعبين اشرف حكيمي وكيليان مبابي ونايمار، فغنرجعوا مباشره باش نتعاقدوا معاهم. اذا نخرجوا مباشره اخوت من هذه اللائحه ونديروا التالي مباشره. اذا الخوت كما كتشوفوا هنا بالنسبه للقطات السينمائيه فهو انا فان دايك الدراري كيلتحق مباشره الفريق ديالنا الوداد الدراري. اذا الصفقات اللي تعاقدنا معاهم فهما خمسه الخوت، منهم فان دايك اللي كيوقع حاليا مع اللجنه ديالنا الدراري رئيس النادي ديال الوداد كما كتشوفوا هنا في الندوه الصحفيه، والصفقه تمت بنجاح. اذا خمسه اللاعبين اللي جبنا حاليا فغيبقاو لنا ثلاثه غنرجعوا لهم ونتعاقدوا معاهم الخوت. اذا كما كتشوفوا هنا فان دايك اشعر بالاثاره لابد هذا الفصل في حياتي. اذا شكرا جزيلا لكل مشجعين ترحيبكم لفان دايك. اذا هذا هو فان دايك الخوت. انت جهودي ياك الدراري اللاعبين هكا اللي بقاو لنا، فبقى لنا الدراري اشرف حكيمي نحاولوا نتفاوضوا معاه. ديروا رسوم الانتقال وخيارات اولويات الشراء اوكي، رسوم الانتقال اوكي، الرصيد السنوي نديروا اوكي، نستنوا الرد ديال اشرف حكيمي. دابا حاليا نتجهوا لعند كيليان مبابي الصديق ديال اشرف حكيمي. اذا بدا المفاوضات كما كتشوفوا رسوم الانتقال خيارات اولويات الشراء، رسوم الانتقال كذلك، الرصيد السنوي غنديروا اوكي، نستنوا الرد ديال كيليان مبابي. وغيبقى لنا لاعب واحد اللي هو نيمار غنمشيو نتعاقدوا معاه دابا. اذا نديروا طلب الانتقال، رسوم الانتقال كذلك، خيارات اولويات الشراء، رسوم الانتقال، الرصيد السنوي غنديروا اوكي، نستنوا الرد ديال نيمار الدراري. ثلاثه الصفقات حاليا كنستناو. اذا نخرجوا الدراري مباشره هكا ونستناو الردود ديال اللاعبين اللي طلبناهم. اذا نديروا التالي. اذا هنا جانا الردود كما كتشوفوا الخوت، غنمشيو ديريكت انا الردود ديالنا. اذا عندنا هنا اشرف حكيمي نشوف واش قبل الخوت باش ينضم للوداد. اذا ست صفقات ناجحه الخوت الوداد. نشوفوا الدراري كيليان مبابي حتى هو قبل الخوت باش ينضم. اذا سبعه اللاعبين حاليا الدراري، غيبقى لنا نيمار نشوف واش قبل حتى هو قبل الخوت. اذا ثمانيه اللاعبين اللي طلبناهم حاليا كاملين بهم الخوت وافقوا باش ينضموا للوداد باش يدوزوا معاهم هذا الموسم هذا. اذا كما كتشوفوا هنا نيمار الخوت كيلتحق هنا بالكتيبه ديال الوداد، الاداره الخوت ديال الوداد كما كتشوفوا مع رئيس النادي، فما غيوقعوا هذا العرض هذا الدراري للانتقال الحر الدراري باريس سان جيرمان مباشره الوداد. اذا هذا هو نيمار الخوت كيوقع العقد ديالو باش يدوز هذا الموسم هذا مع الوداد وانا رئيس النادي، فالصفقه تمت بنجاح. اذا هذا هو نيمار الدراري، مرحبا انا نيمار اشعر بالحماس الشديد لانضمامي الى هذا النادي الوداد كما كتشوفوا. اذا اتمنى ان اراكم جميعا لاحقا نسكا دماء الوداد. اذا هذا هو نيمار. اذا الخوت كما كتشوفوا ثمانيه صفقات اللي طلبنا منهم، حكيم زياش، فان دايك، ولوكا مودريتش مزيان الخوت ديال الوداد، وعندنا كذلك فرانكي ديون وياسين بونو اللي غيكون الحارس الاول الوداد، وكذلك اشرف حكيمي وكيليان مبابي. عندنا هنا الدراري وكيليان مبابي ونايمار كما كتشوفوا. اذا هذوما ثمانيه اللاعبين الخوت اللي جبناهم من الوداد باش ينضموا الخوت اعاده البناء ديال الفريق ديالنا الوداد في الدوري المغربي. اذا غنخرجوا مباشره كما كتشوفوا التشكيله ديال الوداد صبحت كالتالي. عندنا هنا في حراسه المرمى بونو، عندنا فان دايك، اشرف حكيمي، كومار، عطيه الله فخليناهم يبقوا، وجبران كذلك، لوكا مودريتش وفرانكي ديون ونايمار الدراري، وهنا كيليان مبابي في راس الحرب وحكيم زياش. فالطاقة ديال الفريق صبحت 80 كما كتشوفوا معنا. إذا دابا الخوت غنتجهوا مباشرة للجدول ديالنا، فغنحاول نتخطى الموسم كامل الدراري، من بعد غنرجعوا في آخر موسم إلا كان النهائي ديال كأس العرش غنلعبوا الخوت ونشوفوا الإنجازات اللي حققوهم في الموسم الأول بعد ما جبنا هذه الصفقات الرائعة الدراري. إذا غنتخطى ونرجع لكم. إذا الخوت بعد ما تخطينا كما كتشوفوا وصلنا للنهائي ديال كأس العرش وغيتلعب الديربي الخوت ما بين الرجاء والوداد. دابا غنمشيو ديريكت هكا لجدول المباريات ديالنا. إذا غيكون عندنا نهائي ديال كأس العرش ما بين الرجاء والوداد الخوت اللي غتكون أول لقب لما لا، وعندنا كذلك نهائي ديال دوري الأبطال وغتكون الجولة 28 من الدوري المغربي، والعودة ديال نهائي ديال دوري الأبطال، وآخر جولة اللي غتكون بورتيغ المحمدية. لكن حنا اللي كيهمنا الدراري هو النهائي ديال كأس العرش اللي غنلعبو حاليا مع الرجاء، فغنتجهو ديريكت للمباراة ديالنا. إذا هنا الدراري أول حاجة غنمشيو ديريكت نوريكم الخطة. بالنسبة للخطة الدراري كما هي كما بدينا معاها في الموسم الأول، فغنخليوها كما هي الدراري وندخلو نلعبو هذا النهائي هذا ديال كأس العرش مع فريق الرجاء. إذا كما كتشوفوا هنا الرجاء الوداد نهائي ديال كأس العرش، ما علينا إلا نديرو ركلة البداية. مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة.
يا إلهي على هذا الحضور الجماهيري الكبير، يا إلهي على هذه الأجواء، على هذه المباراة، كل شيء يدعونا لمشاهدة ممتعة بطبيعة الحال. نهائي يجعل الكل يترقب في وجود هذا الكم من النجوم. إذا هنا البداية رجوية كما كتشوفوا في هذا النهائي، هذا الخوص اللي كيجمع ما بين ديربي الخط فريقين. هنا في هذا النهائي هذا نحاولوا نحققوا لمال اللقب الأول اللي غيكون النهائي ديال كأس العرش. يلا حاول تخرج هذه الكرة هذه فرانكي، لكن كترجع كرة رجوية. يلا نحاولوا نركزوا الخوص هنا كما كتشوفوا باش نحققوا اللقب الأول. يلا فرانكي ديون خرج كرة طويلة على كيليان مبابي كيحضر أسيست لجبران، باص طويل هنا لنيمار، نيمار كيمر مرة أخرى هنا أمام النهيري. يلا نيمار خرج باص، لكن مبابي الخوط الزنيتي كيصدغ هذه الكرة هذه وضاعت. يلا هنا كرة رجوية حاول باص، يلا جبران مرة أخرى، لوكا مودريتش من بعيد، زنيتي الخوط كينقد هذه الكرة هذه وضاعت على الوداد. يلا نحاولوا نجيبوا الهدف الأول لمالا. يلا لوكا مودريتش هنا نحاولوا نشوطوا من بعيد، العارضة الخوت كيتحرم الوداد من التقدم، لكن لازالت هنا أشرف ولا الدفاع الخوت كيخرج. يلا نيمار مرة أخرى مازال كيمر، نحاول ندورو هاد الكرة هادي، العارضة الخوت مرة أخرى مبغاش يدخل الخوت هاد الكرة هادي مرة أخرى. يلا جبران باس يلا حكيم، لكن زنيتي يا الدراري مازالت النتيجة 0-0. يلا يا حكيم باس هنا لنيمار، خرج أسيست هنا يا كيليان مبابي، كضيع الخوت بغرابة هاد الكرة هادي مرة أخرى. مبقاو الودري يصل الماتش هنا، النتيجة 0-0، لكن عندنا هنا هجمة مرتدية. يلا كيليان كيوضع الهدف الخوت كما كتشوفوا في الدقيقة زائد 3 الدراري، 90+3، هدف قاتل الوداد. إذا ما بقى لنا الدراري حتى وصلنا للدقيقة الأخيرة عاد ماركينا هذا الهدف هذا. هنا الخوت بعد ما ماركينا هذا الهدف هذا كما كتشوفوا الحكم كيصفر على نهاية المقابلة والفوز الأول الدراري والكأس الأول كما كتشوفوا البطولة الأولى اللي هو كأس العرش لفريق الوداد اللي بدينا معاهم الخوت الموسم الأول. درنا صفقات اللي خيالية الدراري، عدنا إعادة بناء وحققنا أول لقب اللي هو هذا كما كتشوفوا هنا الصورة التذكارية مع اللقب الأول اللي هو كأس العرش، وكينتظرنا دوري الأبطال والدوري المغربي. إذا هذه النتيجة النهائية الخوت هنا، الوداد كتغلب على رجاء في النهائي 1-0. دابا الخوت نحاول نمشيو ديريكت لجدول المباريات ديالنا الخوت ونشوفوا المباريات اللي بقى. إذا الخوت نحاول نتخطى هذه المباريات هذه اللي بقى ونرجع في آخر الموسم باش نشوفوا الإنجازات ديال الوداد. إذن الخوت بعد ما تخطينا الموسم كامل فغيكون عندنا هنا نهائي ديال كأس العالم للأندية كما كتشوفوا هنا بين ليفربول والوداد. الخوت النهائي هذا بعد ما الدراري دينا دوري الأبطال ودينا كذلك الدوري المغربي الخوت ودينا كأس العرش ثلاثة الألقاب، وهذا اللقب هذا اللي غيكون ديال كأس العالم للأندية بطبيعة الحال إلا دينا. إذا كما كتشوفوا بالنسبة للدوري المغربي الخوت فالوداد الدراري هي اللي توجت بالدوري المغربي بنتيجة ديال 76 نقطة في المركز الأول، والدفاع الحسين الجديدية في المركز الثاني ب 65 نقطة. أما بالنسبة لكأس العرش فاللي حققناه الخوط بطبيعة الحال على الرجاء بنتيجة ديال 1-0 في النهائي، وعندنا كذلك اللقب ديال دوري الأبطال الدراري اللي ديناه باش غنلعبوا الخوط كأس العالم للأندية. إذا كما كتشوفوا دينا بنتيجة ديال 6-1 ما بين المجموعة الخوط ديال المباراة ديال الذهاب والإياب بنتيجة ديال 6-1. إذا دابا الخوط خرجوا مباشرة باش نتجهوا للنهائي ديالنا اللي غيجمعنا مع ليفربول نهائي كأس العالم للأندية. إذا ليفربول الخوط كما كتشوفوا هنا الوداد التشكيلة نخلوها كما هي، دخلوا مباشرة باش نلعبوا هذا النهائي هذا النهائي ديال كأس العالم للأندية مع ليفربول. مباراة لليفربول كما كتشوفوا نحاولوا نحققوا لمال هذا اللقب هذا اللي غيكون اللقب الرابع بعد ما حققنا الدوري المغربي وكأس العرش ودوري الأبطال. هنا هجمة خطيرة للريدز ليفربول، يلا يا أشرف حكيمي حاول تغطي هذه الكرة هذه، رجع كرة هنا يلا يا بونو خرج كرة طويلة. يلا هنا نيمار كيخرج باس طويل لكن صعيبة الدري كترجع الدفاع ليفربول هنا خطأ. يلا يا لوكا مودريتش تسديدة صاروخية لكن الحارس كينقد هذه الكرة هذه وضاعت. هنا هذه الكرة هذه صعيبة لليفربول والهدف الأول للأسف الخوص ماركو علينا قبل ما يصل الشوط الأول. إذا 1-0 ليفربول للوداد. هنا هجمة ودادية يلا هنا باص عالمي الخوص ديال الحكيم زياش، يلا كيليان مبابي حاول تخرج باص هنا لنيمار، نيمار دائرية والهدف التعادل الدراري كما كتشوفوا هنا 1-1.
اذا نيمار الخوت كيجيب الهدف ديال التعادل في الدقيقه 72. مقولوا الدراري صلى الماتش كما كتشوفوا النتيجه مازال 1-1 هنا. يلا مبابي لكن باس بالغلط ما كتوصلش لوكا مودريتش. يلا لوكا كيضغط لكن ايادي الحارس ديال ليفربول الخوت مبقولوا صلى الماتش غنتجهوا ديريكت. اذا صلى الماتش الدراري مباشره بعد النتيجه 1-1 وانتجهوا ديريكت الاشواط الاضافيه. الدراري كما كتشوفوا هذه الكره صعيبه لليفربول. محمد صلاح عفوا فيرمينو الخوت كيضربها في العارضه وضاعت ومرت بسلام على الدفاع ديال الوداد. مبقولوا الدراري صلى المباراه هنا كما كتشوفوا كانوا ضاغطين على ليفربول هنا في كره في ايادي ديال بونو. اذا الدراري لصف الحكم غنتجهوا ديريكت الركلات الترشيح فسال المباراه الخط وغنتجهوا ديريكت الركلات الترشيح. اذا هنا اول ركله الدراري كما كتشوفوا لليفربول هنا بونو. بونو الخط كيتصدى الكره الاولى كما كتشوفوا. الركله الثانيه هنا نيمار. يلا نيمار حاول تحط هذه الكره هذه. نيمار كيوضع الخط الكره الاولى. اذا هنا كره الدراري للريدز ليفربول. يلا يا